في ظل التحولات اللي بيمر بيها العالم، صراعات، حروب، أوبئة، تغيرات جيوستراتيجية، كل التغيرات والتحولات دي ألقت نظرة على منطقة الشرق الأوسط، تأثرت بيها كافة الدول في المنطقة، وظهرت الحاجة بوجود مركز فكر عربي قادر على إن هو يخدم صناع القرار، وقادر على إن هو يخدم النخبة في المنطقة. ومن هنا جه قرار إنشاء مركز الفاكتور للأبحاث، يكون مركز فكر عربي بمواصفات عالمية قادرة على التأثير وإحداث تغيير. هذا اليوم يعتبر عرس وفرح بوجود المجموعة الطيبة، المجموعة اللي نحن نستفيد منها، ووجودكم الحقيقة يشرفني أنا ويشرف جميع الفريق اللي معنا في مركز الأبحاث وفي مجموعة الدكتور. شكرا لكم على الحضور الحقيقة، شرفتونا وبلدنا مصر الجمهورية مصر العربية. نحن قبل اليوم إلا معنا مصر لها فضل كبير علينا حتى قبل الاتحاد. قبل الاتحاد مصر بعثت لنا المدرسين، بعثت لنا الكتب، بعثت لنا الناس اللي كانوا يدربونا ويعلمونا في مدارسها من رجال العلوم ورجال الدين، وكان الحقيقه لهم فضل ما نقدر نقول. ونحن جسم واحد وقلب، ما اقدر اقول قلب وقلبين بس. دائما حبنا لمصر دائما في القلب مثل ما قال وفي العقل، ونتمنى باذن الله ان يستمر هذا العلاقه الطيبه بيننا وبين مصر مستمر باذن الله تعالى، ويكون الوضوح بيننا. اما المركز فهو باذن الله ينفع لنا نحن في عالمنا العربي وفيما بعد خارج العالم. والسلام عليكم.